الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فدخلت من دونهم حجابا فأبى
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال أنى يكون لي غلام
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا وهزي
وجعلني نبيا فأشارت إلي ما كان لله
صدق الله.